هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف أوي، هشوف إيه؟ هشوف خالص. سمكة في البحر، سمكة سمكة بتزق، سمكة سمكة لو بالياقة صياد بالشبكة. مشي في شارع من حارة، وقفت على باب خمارة. مشي في شارع من حارة، وقفت على باب خمارة. فضلت أقاوح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. فضلت أقاوح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. دخلت جوا الخمارة، شفت العالم صد غابة. دخلت جوا الخمارة، شفت العالم صد غابة. ناس بتشرب بالبيرة، وناس بتظبط كاميرا. ناس كتير كده كويسة، فلوسهم راحت للبيزا. ناس كتير كده كويسة، فلوسهم راحت للبيزا. شربت ربع من المية، والدنيا لفت حواليا. ومشيت عايز في الشارع، والدنيا زحمة ومش شايف. معلش يا بيريز يا بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من وحشك كده بالسكك ومرمطه الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماك على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح، انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه. قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده، وبتخلعي وبتسيبي خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس 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 يا بت، جراش له ودان. اللي حاسس بنفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمد لي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان
ويلجم الايد ويحني الضهر. وي وي جرح يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عمال تنضفني زيد الذمه، خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما تشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور، يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه كعوبي اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي نكمل شغلنا. يلا. يا بنت كريم يا رب. الف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله، بس دماغي قد كده يا تينا. يومين يومين يا عمر لا حس ولا خبر، ده انا كنت هتجنن، ده انا شويه شويه كنت هجيب منادي ينادي عليك في الشوارع. يومين حبيبتي. يومين يا عمر خدي امري كوبايه ايه اللي حصل؟ خدي يا حبيبي اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل ولا يتقال ولا يتحكي يا تينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوة تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست خليه يحكي لنا الحكاية، احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي انت رجعت للشقاوة تاني؟ قصدي احكي لنا احكي لنا، عايزين نفهم عايزين نفهم يعني. يا تينا انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجه، كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمه الحق اتقالت، يعني انا ما عنديش فكره عن اي حاجه ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمه تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا اطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب، قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع النمل كتر كتر. خلصت فرع شروم. شفتي يعني كان ليا حق ما قلت لك بلاش تبلغي البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح، قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي اضرب يا عبد الهادي، خد قوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. وده كل اللي حصل وده كل اللي انا فاكره. اخس عليك يا عمر، كنت فاكراني غاليه عندك قوي، وخصوصا بعد ما حلفت بحياتي انك مش هترجع للسكه دي تاني ابدا. بس هقول ايه؟ خساره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمراء؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبه وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم واتلهيت فيكم في مشاكلكم وفي تربيتك، تربيتك انت واختك. كل ما ابص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر، كل ما ببص في وشك بحس انك ابن البكر اللي انا ما خلفتهوش. عرفت اني انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازه مش عارف ايه وفرح ما ادريك ايه وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك.
واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني يا حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار والله، اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول وانا قلت لك. يعني انا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحه لا، مش عارف الهكسات دي كلها جايه لي منين. نعم. والمصحف تبت، والله العظيم تبت. انت ليه برضو مش عايزه تصدقيني؟ هصدقك هصدقك. يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طب ابتسامه. ايوه كده، ايوه يا تينا بقى، ايوه كده. بس انا مش هرتاح الا لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين. قلتي ونط من فوق السور؟ والكلاب جريت ورا ما لقيتش منه اي حاجه. يا بنت الايه ده، انت قادره؟ يا ستي بقى اي جنان. بقول لك ايه بقى، ولما بابي سمع الصوت جوه عمال يقول لي ايه الصوت ده، ايه الصوت ده يا عارفه؟ كنت هموت. انت عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، مت من الضحك طبعا. مت من الضحك؟ انت بتخافيش ابدا؟ يا ستي خير. معقول يا دكتور الناس خللت من كتر الانتظار وما بقتش عارفه اقول لهم ايه؟ اسمعيني كويس يا حنان وركزي معايا. خير؟ انا فرحي فرح. انا كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس. الخميس صح، ما انا قلت لك ان الخميس، احنا عارفين ان الخميس. حلو قوي. انا بقى دايخ على يوم الجمعه لاني صحيت لقيت نفسي السبت. مالك يا دكتور؟ هو حضرتك تعبانه؟ يا حنان ركزي مع الدكتور شويه، في يوم وقع منه يمكن لقيتيه ولا حاجه. لقيته ايه انت كمان؟ انت بتهزر؟ الحمد لله على المفتاح ضايع. يا صلاح. خلاص ما لقيتوش ما لقيتوش. ركزي معايا يا حنان، ركزي معايا. انا مثلا مثلا كلمتك في اليوم ده مثلا؟ مثلا؟ لا. جيت العياده مثلا؟ مثلا مثلا. ولا جيت العياده؟ فتحنا العياده مثلا. اصلا الجمعه اجازه. طب ما انا عارف ان الجمعه اجازه، انا كل ما اكلم حد يقول لي الجمعه اجازه. طب ما ندور في حته ثانيه يا دكتور. مش طلع بره. بره يا اخي بره. ركز يا حنان. بره بره. ولا جيت لي خالص الجمعه ده؟ ابدا. طب اطلع بره. حد انت هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش. وانت
وقتها هتبقي لبانة ببق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه. اخرتها يا ابليس، لحد امتى الدنيا هتفضل تفك فيكي؟